سلام، معكم مريم زوبير على وي لوف بيس. إيلي هي عشيرتك اللي كتعرفها ليك الشاده والفاده؟ إلهام صاحبتي عزيزه عليا بزاف صراحه، كتعرف عليا كتعرف عليا بزاف ديال الحوايج. انا اصلا سبحان الله العظيم كلشي عارف عليا، فهمتي؟ انا اصلا فاضحه راسي براسي. انت البنت الوحيده اللي عند باباك وماماك؟ انا هي البنت الوحيده اللي عند ماما وبابا. عندي خوتي من بابا اللي عزازين عليا بزاف، ولكن اللي زعما عايشه بوحدي في الدار مع ماما وبابا. وهذيك الهضره ديال حقا الواحد فاش كيكون بوحدو عند دارو في الشش سولوني انا نقول لكم وينو. باباك اوبن مايندد اكثر من ماماك؟ بزاف. كنت منك وكان الصراحة فهمتي open minded ماما، مي مالوغيزمون عطيني واحد اللي كيدير بشوف. ما كنتيش كتخرجي بزاف باش كنتي صغيرة حيت ماما كتخاف عليك؟ ماما قاصحة بزاف وكتخاف عليا لدرجة واحد النهار فاش كنت كنقرا وقيلة في 5 ولا هكا بروميير اني زعما في الليسي وداكشي، مشيت عندك قلت لها وكاع الناس كيخرجوا كاع البنات كيخليهم والدهم يخرجوا وهادي عاتي، والله الا بدات كتبكي كتقولي انا راه شتمت كنخاف عليك منك. صافي من تما ما بقيت جبدت معاها الموضوع ديال الخروج وداكشي كامل حتى كبرت. والصراحه دابا زعما وليت كنخرج شويه، زعما انا جايه عندكم بوحدي شويه ماشي طالقه ولكن شويه. الحلم ديالك كان هو تولي جورناليست؟ كنت كنقرا باش نولي جورناليست، مي ماما كانت خايفه انني نولي جورناليست ونتشهر. فسبحان الله العظيم درت بلا جورناليست. درتي التياتر وصورتي حتى فيلم غير مازال ما خرجش؟ انا اصلا كان كيعجبني التياتر من زمان وانا صغيره، ما قريتش التياتر ولكن كندير مثلا كنت كنقرا في واحد ليكول بريفي وداكشي وكانوا فحال ورشات، فكنت انا كنكون ديما في الورشات ديال التمثيل وداكشي كامل. فمن صغري وانا كيعجبني التمثيل كنت كندير مسرحيات بزاف ديال الحوايج، غير هي الصراحه ما كتبش انني نقراه. وحتى في لافاك كنت داخله المسرح الجامعي ودرت زعما شحال من مسرحيه زعما قدام بزاف ديال الناس وفي دي تياتر اللي كبارين وداكشي كامل وصافي. ودرت واحد الفيلم صراحه غيكون سينمائي مي مازال ما خرجش. كتقولي بلي العالم ديال انستغرام عامر كذوب ونفاق؟ وماكا جوج، كاين بنادم مزيان في اي دومين، كاين بنادم مزيان وكاين بنادم رخيب. بصراحه في الدومين ديال انستغرام تعرفت على بزاف ديال الناس اللي ظريفين ومنعاودش شديهم حلوه تبوسيهم، وكاين شي ناس اللي الله يسمح لهم كيبينوا هذيك الوجه البريء زعما في السوشيال ميديا وداكشي كامل، ولكن ما وراء الكواليس وداكشي راه منعاودش ديك لفعه صفت انسان. ما كتحطيش لي فيديو ديالك بزاف في يوتيوب حيت ما كتعرفيش ليه؟ كوماك بجوج، انا كيعجبني يوتيوب، غير هي كتجيني انا يوتيوب خاصني نبقى نمونتي وخاصني نبقى فهمتي بزاف ديال الحوايج فيها ماشي تماره، ولكن فيه ما عرفتش انا عزيز عليا نكون سبونطاني زعما في لي ستوري وداكشي كامل كيما جات كنحطها. حتى في لي ستوري ديالي في انستغرام كيما جاو لي ستوري ما كنعاودش زعما نفيريفي علاش جو بوست ولا شي حاجه، لا كنبوستي ديريكت. طون بلا بريفيري هو الحوت؟ ماكا ما كاينش بلا بريفيري، كاين كلشي كيتكال كاينش اللي كيبقى والو ما يسيط. نقدروا نشوفوك في اون برودكسيون ديال رمضان اللي جاي؟ كاينه شي حاجه ان شاء الله، مي مازال ماشي كونفيرمي 100% ان شاء الله. كنتمناو تكون المهم تخربقت وشكرا.